الرجال اللي عندهم جسم اندومال ضروري يتبعوا الكميات التالية بأكلهم. عم نحكي عن 2 كف من اللحم الدجاج سمك، ولكن عن كب واحد من الكربوهيدرات، لأنه هدفنا أنه نخفف الكاربز، وضروري يكون عم بياخد تقريبا أو معه مجال ياخد 3 أصابع من الدهون، اللي هو أكتر بكتير من كميات أخرى عم نعطيها لغير أشخاص عندهم بودي تايب مختلف. فإذا اتبع هيدول الكميات بيقدر يوصل لشكل جسم أفضل.